فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل قد توفي وقد جعل جزءا من راتبه يستقطع شهريا، يستقطع للجمعيات الخيرية والدعوة إلى الله، فهل يستمر هذا الاستقطاع بعد موته، علما أن الورثة موافقون على هذا الاستقطاع؟ إذا وافق الورثة يستمر، إذا لم يوافق الورثة فلا ينفذ إلا في الثلث فأقل، لأن هذه وصية تنفذ من الثلث فأقل. أما إذا أجاز الورثة هذا فلا بأس. نعم.